كانت اللي ياخذ كرة انداي. انداي والهدف الثاني ممتاز اللاعب انداي. انداي انداي والهدف الثالث من هشام بن خالد. حاتم الترابلسي وما فماش تسلل وانداي وجه لوجه مع العارس والهدف الرابع. يزال الهدف الاول هشام بن خالد داخل مناطق الجزاء والحكم يعلن عن ضربة جزاء. يتقدم هشام بن خالد وهدف التعادل لكن في الاخير فضل. والهدف الاول الهدف الاول عن طريق ارتيل وزير وطارق الجبان ومحمد منصور اللي خرج من الخليل ضد الارات. والهدف التعادل وكرة والهدف الثاني الهدف الثاني والكاس كوريزي عليه هشام بن خالد نفذها سويح ورشيد بوعزيز يفتتح نتيجة بعد بهتة في دفاع البنزرتي. تمريرة ذكية من رشيد بوعزيز في اتجاه زياد التريكي يراوغ بالحارس اسكندر سويح داخل مناطق الجزاء ورغم خروج شتري اللعب الكرة تكون في الشباك عن طريق أحمد الحامي. إذن بداية قوية إعادة مرة أخرى للعملية الهدف. شاف زميله محمد صلاح مفتاح في موقع التسلل لكن شاف حاتم الترابلسي جاي من الخلف وجه له الكرة ورغم خروج شكري الواعر يوزع حاتم الترابلسي ثم محمد صلاح مفتاح وجه لوجه مع شكري الواعر والهدف الرابع الهدف الثالث. ناجي باشا في اتجاه محمد البحري واسماعيل بانجورا والهدف الاول اتجاه ناجي باشا. ناجي باشا والنصر البدوي قيس الغضبان والهدف الثاني. الحصول على ضربة جزاء نشوفوا الاعادة مليك يدخل بالكرة وسط دفاع النجم يعطيه الحكم اللي شرط التنفيذ وتصطدم بالعارضة شرط التنفيذ والهدف الثالث ممتازة من اسماعيل بانجورا.
هي تنفذت إذن بدون أي نتيجة. وثمبا والهدف الأول، الهدف الأول من أشرف الجديد أحمد الحامي. أحمد الحامي والحكم يقول ضربة جزاء، ضربة جزاء لصالح النادي الرياضي الصفاقسي عن طريق أحمد الحامي. كادر الصويح رويدا ويكون البرة خطيرة. وليد خالد خطيرة، وهدف التعادل، هدف التعادل للنادي الرياضي لحمام العمق. صالح النادي الرياضي لحمام العمق يدخل مناطق الجزاء والهدف الثاني.